علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آله وصحبه وأزواجه وذريته وأصحابه وأنصاره وأتباعه ومحبيه إلى يوم القيامة، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ثم إلى شيخنا الفاضل الحج محمد زين بن عبد الغني والحبيب محمد بن علوي المالكي والشيخ حسن محمد المشاد والشيخ حسن اليماني والشيخ عبدالله بن عمر غازي، وخصوصا إلى رواه الشيخ محمد بن محمد العزب الدمياطي صاحب مولد العزب شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، يا من صراط الذين أنعمت عليهم، آمين. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من يخطب وصاله يقظة ومناما، صلوا عليه وسلموا تسليما، وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد شراب بدر في الكون أشرا، يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرا، يا ربي صل على محمد كرام داعي دعو إلى الحق، يا ربي صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق، يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق، يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق، صل على محمد أحلى المرى من ذي قدم أصدى، يا ربي صل على محمد أحلى المرى من ذي قدم أصدى، ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقا، يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقا، صل على محمد بالسخاء والوفاء دخلنا، يا ربي صل على محمد بالسخاء والوفاء دخلنا، يا ربي
صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرغ. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرغ. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد عوى. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد عوى. ربي صل على محمد واصلح من الخير كل مغلا. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلا. ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسى. ومن بحبل النبي توفى. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد وجدا من نوره نورا به يعم الهدى سبق العوالم في الوجود بأسرها والكل منه بالحقيقة مبتدا عني بذلك نور من ساد الورى وزكت عناصره الشريفة واحتلا المصطفى خير الخلائق من سما وعلى أعلى فلك السيادة سوددا صل عليه وسلم مولاه مع آل له والصحب ما نجم بدا ورحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى. هذا ورجو الله من إفضاله عنا على نظري لمولد أحمدا بيت عش الأرواح عند سماعه وتقلد الأسماع ذرا نضدا بأن الله قدر سابقا تكوينه هذا الجناب المفردا قال جل لقبضة من نوره كوني بقدرتنا الحبيب محمدا وهو الحبيب المجتبى كدما كما قد صح هذا بالدليل وأسندا وعليه بالأجل النبوة أفرغت ولنا به المولى المعظم أسعدا وبوجه آدم دحى هذا النور إذ خرت ملائكة المهيمن سجدا ولسائر الأصلاب منه ملقد حتى استقر بوالديه وأبدا حمى الإله من السفاح أسوده علوا به شربا نزيلا ننجلا ولوالديه الرب قد أحيا كما قد جاء هذا في الحديث وأيدا قد آمنا حقا به واستوجبا كل النجاد وبالجنان تخلدا فهما يقينا ناجيان ومن يقل بخلافنا ضل السبيل وأبعدا وكذا جميع رسله مواهم دار النعيم كما راه من اهتدى يا رب اهدر بالصلاة لرهاه وادم عليه السلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه الله الله
قصير بن كلابهم مجل الصدى وهو ابن مرة نجل كعبهم الذي للويهم نسب ابن غالب العدا ذاك ابن فهر من أبوه مالك قد كان حصنا للأنام ومعضدا السيد ابن النضر مفرد عصره من بالنظارة والجمال تفردا هذا هو ابن كنانة ابن خزيمة من بالفخر سما وفاق الفوقدا وهو ابن مدركة ابن إلياس الذي في صلبه سمع النبي موحدا يعزى إلى مضر هو ابن نزارهم أعني به ابن معدهم من أرشدا وهو ابن عدنان الإمام المنتقى من للذبيح له انتساب مؤكدا هذا هو النسب الذي اتفقوا عليه ومن يخط من بعد خالف واعتدى وإليه قد كان المشفع ينتهي ويكذب النساب مهما عددا
وهو الذي فرض علينا حفظه، وكذاك كل مكلف قد وحدا أكرم به نسبا بيقض نظامه وحلام فاخره الوجود تقلدا. يا ربي اغفر بالصلاة ضرها وادي عليه السلام ذاتك صلى اختص آمنة الرضا أما له ولها به أما الهنا وتأبدا حملت بجوهره الشريف وما شكا شقلا ولا وهنا بها طول المدى وهواتف الرحمن قد هتبت بها وبسائر الأكوان قد سمع النداء وتكون يا بشراك قد نلت المنى وحملت خير المرسلين الأمجدا صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبليلة العمل المعظم فتحت جنات فردوس وطابت موردا والملك والملكوت فيها عطرا والأنس وافى والسرور تجددا وبمعامها قد عم يصب في الورى من بعد جد للبرية أجهدا وتباشرا بالشرق والغرب الوهوش وبالصفاء طير المسرة غردا وأهيل شرك أصبحت أصنامها منكوسة وهوانها لن يجحدا وبعام فتح لقبوا ذا العام إذ كم من فتوحات به لن تعهدا وجميع أخبار روت أخباره وزها بها وسلسمان توردا وتقول حان ظهور بعد السعد من وتقول حان ظهور بدر السعد من أفق العلا لنرى الحبيب ونسعدا في عامه كل النساء كرامة للمصطفى حملت ذكور الرشدا ولكمه ظهرت عجائب جمة عنها لقد ضاق النطاق تعددا يا رب الصلاة عليه السلام ذاتك سرمدا خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي إلا كنز العطية
وقام فيها عنده متوجعا شهرا سكيما صابرا متجلدا وذريه قد أشرقت أنواره من زاره نال المنى والمقصدا ولدى تمام حمل تشعة أشهر حانت ولادة من أتانا مرشدا وتأرجت أرجاء هذا الكون من نفحاته وبدا الحبور مجددا وتنفست أنوار صبح طلوعه حتى غدا ليل الضلال مبددا ولأمه في الطلق جاءت مريم وكذاك آسية التي منحت هدى وأتى من الفردوس حور معهما ليكون تأنيسا لها وتوددا فهناك قد جاء المخاض فأفرزت شمس الهدى خير الأنام من الأوحد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي سلام عليك يا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قد كان طه المصطفى خير الورى خلقا وخلقا مثله لن يوجد، أبيض لون قد تشرب حمرة ذا قامة مربوعة سقيت ندى، سهلا لخد كتلحيته التي قد شرفت وعظيم رأس مجدا، أقنى لعرنين أغر واسعا فمه حوى دروا وحسنا أوحدا، وكحين طرف كان سيدنا كذا، ذا جبهة فاقت هلالا أرشدا، وحوى حواجب زججت وتفلجت أسنانه محمر وخد أوردا، وإذا مشى متكفئا فكأنما ينحت من صبب على مسترشدا، من حسن طلعة وجهه الشمس اكتست وبنور ضوء جبينه البدر ارتدى، ويفوح منه شذا يفوق بطيبه مسكا ذكيا مستطابا أجودا، ويعظم الشرفاء والفضلاء ولم يحقر فقيرا بل لداه تعودا، ولأهله ذا خدمة متواضعا لله في دار الفناء زاهدا، والثوب يرقع بل ويخسف نعله، والعذر يقبله ويصفه عن عدا، لله يرضى ثم يغضب إن فشت حرماته إذ في عواقبها الردى، وتهابه كل الملوك جلالة ولمن يلا يلاقي بالسلام قد ابتدى، ويمازه الأصحاب حق مزاحه ولهم بنصر لا يزال مسددا، كم من خصائص ليس يبصر جمعها وبها ختام الرسل أضحى مفردا، يا رب اعذر بالصلاة ضريره وادم عليه السلام ذاتك سرمدا، اللهم صل وسلم وبارك عليه. إن شئت أن تدري مقام محمد فارجع إلى ما قال عنه الله، إن شئت أن تدري مقام محمد فارجع إلى ما قال عنه الله، إن شئت أن تدري فالخالق